اهلا وسهلا ومرحبا بجميع صديقاتي وكلياناتي واحلى متتبعاتي وبكل اللي عندي في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد وحصري فقط على قناة شيدانات شوب بيم فاشن. ان شاء الله هذا الفيديو البنات ينال الاعجاب ديالكم ويكون هو الفيديو اللي كتسناوه واللي كيسولوني عليه بزاف ديال البنات، كيقول يا اختي رشيدة فك حطينا ملابس ديال البرد. البنات راه بزاف ديال الفيديوهات حاطه فيهم ملابس ديال البرد، يعني المتتبعات اللي عندي قدامات راهم كيتبعوا جميع الفيديوهات ديالي وعارفين اللي كنحط مره ملابس البرد، مره ملابس الخريف، مره ملابس الشتاء، كل مره وشنو كنحط في القناه ديالي باش هكا يكون المحتوى ديالها متنوع، ماشي دائما نمشي في نفس الفيديوهات ونفس اللوك، كيكون شويه ديال الملل. هادشي باش كنبغي مره نحط لكم خاطر، مره نحط لكم بيجامات، مره نحط لكم جلالات، مره نحط لكم ملابس الصيف، مره نحط لكم تصفيات ملابس الشتاء، مره نحط لكم تصفيات ملابس الصيف، يعني كل مره كنبغي نحط فيديو هكا متنوع باش ما يكونش الملل في القناه ديالي. فهادشي اللي كاين البنات. فاللي اول مره كتشوف القناه ديالي كنبغي اول حاجه نعرفك على نفسي، معاك الاخت ديالك دراك رشيده من قناه شيدانات شوف بيم فاشن. رقم الواتساب ديالي هو 06 52 41 53 10. ما عنديش محل، السلعه اللي كنعرض حاليا في القناه ديالي كلها كتكون سيغ كوموند. هذا الشيء علاش تعودوا الكليانات ديالي السلعه كتكون دائما بالكوموند فقط عبر الطلب. اللي كتبغي شي موديل كتصوره وكتصيفطو لي في الواتساب ديالي، كنقول ليها الثمن، كتقتنع بالثمن وكنصيفط لها الحساب ديالي ديال البنك الشعبي او البريد بنك، كتصيفط لي الفلوس او كتصيفط لي واحد التطبيق وكنكومونديه ليها. الكوموند كنديرها كل جمعه حيت الشحن كيكون يوم الجمعه. كوموند انا كنسدها بين قوسين يوم الخميس مع 12 او مع 8 مساء حيت الشحن كيكون يوم الجمعه، فمن الجمعه كتحسبي واحد 10 ايام وكتوصل السلعه بالمغرب صافي. وكنفرقها على جميع كلياناتي اللي دايره شي كوموند كنصيفطها ليها في الامانه فيما كانت في المغرب. كندير الارسال كيف كنقول لكم دائما لجميع المدن المغربيه عبر الامانه، واللي كتكون قريبه ليا في كازا كنصيفط ليها مع الليفرور ب 25 درهم، واللي كتبغي تجي عندي وتاخذ امانتها كنصيفط لها اللوكاليزاسيون كتجي عندي حتى لباب الدار وكتاخذ الامانه ديالها بصحتها وراحتها. كيف كنقول لكم البنات راني كندير الارسال لجميع المدن المغربيه. الكليانات ديالي اللي خارج المغرب كيصيفطوا لي الفلوس في الاسم ديالي وفي رقم الكارت ديالي على شكل ماندا وكيكوموندو داكشي اللي بغاو، ولكن راه ما كنصيفط لهمش لخارج المغرب، كيعطيوني لادريس والعنوان الاسم ديال شي حد في عائلتهم هنا في المغرب هو اللي كيستلم وهو اللي كيتكلف. هادشي اللي كاين البنات. هادي بين قوسين بالنسبه للبنات اللي كيقول يا اختي واش كدير الارسال لخارج المغرب. فالبنات ما كايناش الصراحه شي امكانيه اللي هي سهله انني نديرها معكم بهذه الطريقه، مازال ما كاينش. هادشي اللي كاين البنات. لأول مرة كتشوف القناة ديالي كنبغي نقول لك ما تنسايش الاشتراك في القناة وضغطي على زر الجرس باش يبقى دائما يوصلك كل فيديو كنحط فيه موديلات جداد. ولا عجبك الفيديو ديالي ما تبخليش عليا بشي تعليق زوين 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 بزاف وجيم وبارطاجي مع جميع صديقاتك باش حتى هما يشوفوا ويتعرفوا على محتوى قناتي. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه وتشكركم بزاف 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 على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. We'll be right back.